رفع الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني حالة الطوارئ استعداداً لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الجميع لمواصلة المشوار بنجاح نحو العاشرة، ويظل وجود الرمز والأسطورة محمود الخطيب مع الفريق في كل المباريات الصعبة علامة فارقة لجميع اللاعبين والجهاز الفني، لا سيما أن رئيس مجلس إدارة الأهلي لا يتوقف عن دعم الفريق، وهو ما كان له مفعول السحر في العديد من البطولات والإنجازات، حيث يدرك الجميع قيمته لتبقى كلماته ونصائحه لها مردود السحر عليهم، مع تذليله لكافة العقبات التي تواجه الفريق سعياً نحو حصد مزيد من البطولات. الفريق خاض مرانه الأول في تونس في 5:30 مساء اليوم على الملعب الفرعي الجديد لاستاد رادس، حيث وصلت البعثة تونس مساء الثلاثاء ب23 لاعبة، لينضم إليهم الثلاثي علي معلول وأليو ديانج ووالتر بواليا، حيث فضل الجهاز الفني انضمامهم للبعثة في تونس مباشرة بدلاً من العودة للقاهرة ثم السفر لتونس. واطمأن الجهاز الفني على جاهزية جميع اللاعبين على رأسهم محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر، في حين خضع أكرم توفيق لفحص طبي قبل بداية المران للاطمئنان عليه. بيتسو موسيماني وجهازه المعاون عكفوا على دراسة الترجي بشكل كامل من أجل وضع الخطة المناسبة للمباراة وبدء تنفيذها في التدريبات لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء السبت المقبل تساعد بطل القرن الإفريقي على حسم التأهل للمباراة النهائية في لقاء العودة.